السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. المتتبعين العزيز ديولي، اليوم جبت لكم عرض لواحد الشقة، ما شاء الله شقة جميلة. الناس كيسولوا على الأزهر، هاد الشقة هادي كتواجد في الأزهر. وقبل ما نبدا كنبغي نشكر الجاليه المغربيه ديالنا اللي كيشجعوني وكيدعموني، شكرا لكم، وكنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم يا رب. وشكرا للمغاربه ديالنا اكيد اللي معايا من البدايه ديالي، اللي دائما مشجعني ومساندني، شكرا لكم. وعلى بركه الله غادي نبداو في التفاصيل ديال هاد البارتمان. هادي كما كتشوفوا معايا، هادي ريتشوسي عاليه، كاينين الدريجات، وعاد باش كاينه البارتمان ديالنا كما كتشوفوا معايا راه كاين 6 دريجات تقريبا. وعاد باش كاين البارتمان، جات في موقع زوين وجميع المرافق حداها، كلشي كاين حداها. كما كتشوفوا معايا على لونطري ديال البارتمان ديالنا كنلقاو سيجور تبارك الله كبير، وقبالته كاين صالون ما شاء الله حتى هو تبارك الله كبير، وراها مشمسه، يعني الشميسه كتضل فيها، يعني من 12 النهار كتضل فيها الشميسه. بالنسبه للمتراج راه فيها 101 متر في الوراق، يعني محسوب فيها السطح والباركينغ. بالنسبه للبارتمان كتبقى فيها 86 متر. كما كتشوفوا معايا هذا الصالون تبارك الله كبير، فيها جوج البيوت وصالون سيجور تبارك الله راه كبير. انتم غتشوفوا التفاصيل ديالها كامله. بالنسبه للكوزينه تبارك الله ما شاء الله كوزينه جميله، والحمام حتى هو تبارك الله راه حمام كبير. المهم تبعوا على فيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا جميع التفاصيل ديال هاد البارتمان هادي. والسيده كطلب فيها 56 مليون قابله للتفاوض. المهم اللي بغاها وعجباتو البارتمان يجي يشوفها، مرحبا. المهم تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا جميع التفاصيل ديال هاد البارتمان هادي. تبارك الله مصلوحه نقيه. كما كتشوفوا هذا راه السيجور تبارك الله كبير، وجات في موقع زوين وفي بلاصه زوينه، جات على شارع المغرب العربي الازهر. وبالنسبه للثمن راه قابل للتفاوض كما قلت لكم. بالنسبه للبارتمان راه فيها 101 متر في الوراق. بالنسبه للثمن السيده كطلب فيها 56 مليون قابله للتفاوض. المهم اللي بغاها وعجباته مرحبا يجي يشوفها وديك الساعه يتفاوض مع السيده. بالنسبه لهاد البارتمان هادي راه ريتشوسي عاليه، يعني راه مهزوزه، والسيده كتقول الجيران الله يعمرها دار. وجات في موقع زوين وجميع المرافق حداها، كل شيء كاين حداها. المهم كما قلت لكم اللي بغى يجي يشوفها مرحبا، يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو يجي يشوفها مرحبا. بالنسبه للبارتمان اللي باقين عندي في القناه راه كاين عندنا البرنوسي، سيدي مومن، عين سبع، اناسي. بالنسبه للبارتمان ديال القدس البرنوسي راه مازال كاينه، بروميير ايطاج فيها 84 متر. المهم راه مازال كاينه، اللي بغاها مرحبا.
وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على حي البركه جوج، راه كاين عندي بارتمان في حي البركه زوينين. كاين عندي بارتمان 112 متر دوزيام ايطاج وخمسة السكان اللي كاينين، وكاين عندي بارتمان في حي البركه جوج دوزيام ايطاج، وكاين لاسانسور 80 متر فيها ثلاثه البيوت وصالون. المهم حتى هي مازال كاينه، اللي بغاها مرحبا. بالنسبه لسيدي مومن حي الدومه في الديور، راه كاين عندي بارتمات في الديور، الناس اللي كيسولوا على بارتمات في الديور. وبالنسبه لاقامه عبير، راه كاين عندي بارتمات في اقامه عبير. وكنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم يا رب. والناس اللي باغين يحطوا عندنا البارتمات ديالهم مرحبا والف مرحبا. كما كنقول لكم دائما تواصلوا معنا نجيو حنا نصوروا، لان كيوصلوني بارتمات زوينين ولكن راه ما كتعطيهمش حقهم في التصوير، كيكون التصوير ناقص بزاف. اللي ما عندوش الوقت وبغى يصور راسه ماشي مشكل، تواصلوا معايا نشرح لكم الطريقه ديال التصوير. ومرحبا، كما كتشوفوا هذه لا كويزين تبارك الله ما شاء الله كبيره. بارتمان جميله ما شاء الله. وهذا الحمام اعزكم الله تا هو تبارك الله راه كبير. وكانوا هادو هما التفاصيل ديال هاد البارتمان هادي. كما قلت لكم كتواجد هاد البارتمان هادي في الازهر شارع المغرب العربي، ريتشوسي عاليه فيها 101 متر. كاين الباركينغ وكاين عندك بلاصتك في السطح. بالنسبه للثمن السيده كطلب فيها 56 مليون قابله للتفاوض. المهم اللي بغاها يجي يشوفها مرحبا. ورابارتما جميله ما شاء الله وكبيره تبارك الله زوينه ما شاء الله. وجات في موقع زوين وجميع المرافق حداها، كل شيء كاين حداها. وإلى عجبكم المحتوى ما تنسونيش من الجيمات والبارتاج القناة مع العائلة والأحباب والأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة وتشجعوني حتى أنا نزيد نحط أكثر. وكنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم يا رب. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على اناسيل، بارتما ديال 33 مليون اللي جات في احدى البلاكه ديال الناسيم راه مازال كاينه. اللي بغاها مرحبا يتواصل معنا راه مازال كاينه. وراه كاين عندنا بارتما اخرين في اناسيل زوينين، اللي بغى شي حاجه مرحبا. بالنسبه كما قلت لكم البرنوسي سيدي مومن، راه كاين عندنا بارتما زوينين. وكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وكما قلت لكم اللي بغى في الازهر يتواصل معنا مرحبا. كانوا هادو هما المعلومات ديال هاد البارتمان هادي، راه بارتمان زوينه الصراحه ومصلوحه نقيه وجات في موقع زوين.
وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله.